السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث عن استلام الدرج. بداية يتم تدعيم طوبار الدرج من أسفل كما نرى، كلها دعمات، ونضع بداية هذه أفقية عمودية، ثم نضع عليها أخشاب أفقية، ثم أخشاب عمودية، ثم البلاي وود. طبعا هنا نحن نتحدث عن السفرة، بينما من أسفل هنا نجد أيضا أخشاب لتدعيم طوبار الدرج. هذا البلاي وود للدرج، هذا هو. ننظر، هذا هو الدرج. نضع بداية طوبار بلاي وود. طبعا هذه فقط حتى يدوس عليها العمال، فيما بعد تزال هذه الدعمات الصغيرة، فيما بعد تزال. بعد أن نضع الطوبار نضع الكهرباء، يأتي الكهرباء يعني الذي يعمل بالكهرباء ويمدد علب الكهرباء كما هو في المخطط كما نرى هنا. فيما بعد نقدح مثلا هنا بالأعمدة أو بالشريو من الجهتين، من هنا ومن هنا كما نرى، يتم قدحها. فيما بعد بعد القدح يتم تنظيف مكان القدح كما نرى هنا، يتم تنظيف المكان. لماذا؟ هذه فيما بعد سيوضع حديد من داخل هذه بحوالي 15 سنتي للداخل من هنا، وتمتد هذا الحديد ليصل للمنطقة الأخرى، الحفرة الثانية، ويدخل فيها. لذلك ينبغي أن تكون نظيفة تماما من هذا الغبار والأتربة. لماذا؟ لأنه لما نضع الحديد داخل هذه الحفرة نغطيه بالآيبوكسي حتى تثبت الحديد. إذا كان ثمة غبار لا يثبت الآيبوكسي، لا يثبت الحديد. لذلك ينبغي تنظيفها قبل وضع الحديد والآيبوكسي. بعد التنظيف نضع كما قلت حديد من هنا إلى هذه الجهة، ثم نغطيها نضع عليها الآيبوكسي. إن شاء الله في الدرس الثاني نتحدث عن وضع الحديد.